بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا، وهما الكونستراكشن ستيجز والكولوم شورتنينج اند اتس افكتس. الكولوم شورتنينج اند اتس افكتس في نون استراكشرال افكت وفي استراكشرال افكت. طبعا بيعمل تغيير ديفورمز ان بايبس اند اليفيتور ريلز كلادينج، وبيعمل cracks in partitions. ده بالنسبة للnon-structural effect. زي ما احنا شايفين على الصورة على اليمين، لما بيحصل column shortening بيحصل cracks، والglass بتاعنا والcladding بتاعنا كله بيتأثر ويحصل فيه cracks. الstructural effect بيحصل تدمير فيه وتأثير كبير جدا وتشكيل في البلاطات والكمرات، نتيجة لإيه؟ نتيجة للديفرنشيال موفمنتس. طبعا الديفرنشيال موفمنتس دي ناتجة عن الكولوم شورتنينج. هنشوف النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى إزاي إن أنت تدرس وتدرس كل حالة، وتدرس كمان الكونستراكشن ستيج لما تيجي تنفذها، ولما بتيجي بتنفذ وإزاي تتابع التنفيذ بتاعك من خلال برنامج الميداس. إزاي لما يبقى عندك أي مبنى الأحمال بتاعتك بيحصل فيها إيه، بتدخلها إزاي وإنت بتشتغل، يعني بمعنى إزاي أنت الأحمال بتاعتك بتنتقل للمنشأ طبقا لطريقة التنفيذ بتاعتك وطبقا للكونستراكشن ستيج مراحل التنفيذ بتاعتك. طبعا من ضمن الحاجات اللي بيأثر structural effect الجرافيتي لود ريديستريبيوشن. زي ما احنا شايفين ده يعتمد على طريقة التنفيذ، وتعالوا نشوف مع بعض ازاي مراحل التنفيذ بتأثر معانا، وازاي ان احنا نحسب column shortening، وازاي نحسب shrinkage والكريب.